هذا سائل يقول يا شيخ، هل المار على المقبرة يشرع له الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ بلا شك، إذا مر بمقبرة المسلمين فإنه يقول هذا الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.